تعرف عم تقول مشهد بشكل حلو كثير كثير. الحمد لله. هلا رح اترككم انتم الاثنين لحالكم. ماشي. اشتقت لي. انا كمان. انا ما بدي شيء بالدنيا غير كون مرتك. وانا كمان بس استنيني يعني استنيني شوي لبين ما ظبط اموري مع عملتي بس مطلقه وبتجوزي. روحي قلبي حياتي بحبك كثير. وانا كمان بحبك. منحبك ما عم نام الليل لانه في بيتنا برغش. لو سمحت ممكن استخدم التليفون؟ تفضلي. شكرا. الو اهلين مها، ليش ما اجيتي؟ عم استناكي. انا اسمعيني عم احكي من كفتير العاشق والمعشوق. ايه وشو عم تعملي عندي؟ بطلتي تيجي لعندي؟ بعدين بيجي. احذري من هون. جوزي. بتعرفي؟ ايه هو قال لي. شو قال لي؟ قال لي انه عنده موعد مهم هنيك. وقال لك مع مين الموعد؟ ما سألته. الله يعينه، عنده شغل كتير، الصبح عنده شغل، بعد الظهر عنده شغل. ايه تعي شوفي الشغل اللي عم يشتغله جوزك بعد الظهر. ماني فاضي، عم اخلط التبولة، يلا تعالي قوام قبل ما تصنصن، بعدين ما بتعود طيبة. اي والله ما حدا اللي طيب غيرك. تركي كل شيء بايدك وتعي شوفي هالشوفة. جوزك قاعد مع وحدة ست. إذا بجوز تكون هي صاحبة الشغل. لك قاعد عم يغازلها ووعدها بالزواج. شفت بعيني وسمعت بأذني، ما حدا قال لي. زمالك مصدقة، تعي شوفي بعينك. جميل. أنا جاي فورا، جاي فورا. بنحبك ما عم نام الليل بس عم نام بعد الظهر. روحي قلبي حياتي بحبك كتير. أصابيع الببو يا عو عو. أصابيع العو عو يا ببو. تمام، اللي كان بده يصير مسا صار هلا، بلي عليك. شو صار هيك؟ شو صار؟ شو العرس بدونا والطبل بحلستنا عندك؟ قومي احطي، يلا ما عاد بدنا شيء بالليل، قومي. أنا على التليفون. وأنا على مهلي. يا هنا قولي لي شو بدك تعملي هلا؟ الشغلة بدها تروي، منيح اللي كشفتيه هو لساته على البر قبل ما يتجوزها. فكر مليح قبل ما تتصرف في أي تصرف. هنا طمنيني شو رح تساوي؟ لا تخليني اندم اني قلت لك. لا بالعكس، ما انا كثير مغروره. اذا بتريد نزلني هنا نازله معك. لا انا حابه اقعد لحالي شوي. طيب توعديني انك تتروي منيح؟ بحاول. يلا باي، مع السلامه. حاكيكي بالليل. اطلع. طارق شو بالماما؟ ما بعرف. بس ما يكون صار يلي كنت خايف منه. ليش انت من شو خايف؟ لك انت مثل الماما، ما لكون درياني بشي. مشي نشوف شو بالماما. ماشي. شو بكي ماما؟ ما في شي. بس انت عم تبكي. ما في شي امي، راسي عم يوجعني. جيب لك حبة لوجع الراس. ما بدي شي امي، روحوا العبوا انتو.
الزهر هذا صاحبك نعيم ما قدر الا ما يبقى البحصه. إيه نحن بدنا اياه يبقى، لك بدنا اياه تضل بحنكه. اخيرا يا وسيم نجحت الخطه، هلا بتكون انا عم تغلي غلي من الغيره. إيه مو وش يعني وش؟ شو قصدك؟ إيه اذا بأوج غضبها وشافتك قاعد انت وحده وغيرها ما ساوي شيء، فشو بده يطلع منها بعد ما بدها تروح فورت الغضب؟ يعني كل اللي ساويناه راح على الفاضي؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، بجوز ايه بجوز لا، بجوز المخلوقه عائلة كبير ما بدها تعمل لك فضيحه بالكافتيريا، خلت لك الخناقه للبيت. معك حق، هنا طول عمر عائلة كبير اكيد اجلت الخناقه للبيت. اذا هيك الله يساعدك على هالليله. وسيم برايك هنا شو ممكن تساوي؟ لو كانت مرتي محلها كنت قلت لها، كانت طر بقيت الدنيا فوق راسي، اما بالنسبه لمرتك ما بعرف شو رديت فعلها يا اخي، بجوز تكون هاديه وبجوز تكون عنيفه وبجوز تكون اعرف مما متوقع انا وياك. تعريف شو؟ قال عن شيء اذا فكرت هنا انه انا قاعد مع امل السكرتيره السابقه جلسه عمل. يا حبيبي بتعملها؟ طيب وين عملتها؟ انت شو راح تساوي؟ بتصل بمستشفى المجانين يحجزوا لي جناح فورا. اخي نحن ليش عم نتحازر؟ قوم روح على البيت، يا بتضب اغراضك بتروح لبيت اهلك، يا بتضب اغراضك وبتروح على مستشفى المجانين. خلينا قاعدين كمان شوي، ما بدي روح على البيت. ليش نضل قاعدين؟ بجوز تكون لسه ما وصلت على البيت. لا سيدي وصلت، بس قلي انه انت خايف تروح تقابلها. بدك الصراحة؟ ايه صحيح هذا اللي كان بدنا اياه، بس لما صارت الشغلة جد مدري شو صار لي لك يا وسيم، رجلي ما عاد حملوني. حملك انا؟ وسيم بلا مسخرة مالي ناقصك. خليك شجاع وقوم واجه الموقف وراضي مرتك، وإذا لقيتها زعلانة أنا برأيي تاخذ لها على البيت شي هدية محرزة على قولي ورجي العين بسكت التم. على مهل ليناموا الأولاد. الجاجة حفرت على راسها حفرت. جاجة حفرت؟ لك إيديك ينقر عينك على المتال. صباح الخير يا ماما. صباح الخير ماما. شفتي؟ هذا الحساب اللي كنت حاسبه تعاونه. ببالك لاني طالع بكير من البيت يعني وهيك ومتشيك انه بدي اشوف شي وحده لا سمح الله. اوعك. معليش انا اوعك يروح فكرك لبعيده، اوعك تفكري انه هي روج او حمراء او شغله لها علاقه بالنسوان لا سمح الله، انا يعني طول. لا حبيبي لا تكمل لا تكمل، مين اتهمك اصلا؟ انا بعرف شو عني تقبر قلبي. انا الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي، لا تخلي الغضب هيك يخرب حياتنا، ها لا تخليه يهد بيتنا اللي بنيناه لبني لبني. اوعك انا هلا بشرفي هذا الخاتم مو احلى من اللي كان بيد مها. عم تشجعيني خازل النسوان بدل ما تبعديني عنهم. ولك انت شو جنسك انت؟ لك ما بتغاري علي بنوب؟ جوزك يا مدام عم يخونك، قاعد بكافتيريا العاشق والمعشوق، وإذا مالك مصدقة تعي لهون وشوفي بعينك. معقولة؟ معقولة كل هالشي عم يصير قدامي وماني حاسة بشي؟ معقولة؟
هنا. تو تو عليك يا هنا. انا ما بقيت اقدر ضل ولا لحظه. هلا مرتي بتفتح لي محضر. لك اخي انت محضرك معروف، بس انا المعتر لا بعرف شلون بده ينفتح المحضر، ولا شلون رح تحقق فيه، ولا شو العقوبه اللي رح اكلها. يا جميل انت اللي حتجنني، صار لك مدة عم تناضل لتصل لهالنقطة، وبس وصلت لها ما بدك تتنعم فيها. معك حق اخي، انا لازم اتنعم بالنجاح اللي حققته. قوم اتنعم حبيبي. شرف.